الهدية إلك يا أخي، هدية عرسك. هدية شو؟ مو بيناتنا يا أخي. لا لا، شو هالحكي؟ منضل إخوة. يعني إذا أنا ما هديتك شي بعرسك، مين بده يهديك؟ الهدية اللي راح أقدم لك إياها هلأ ما راح تقدر تنساها طول عمرك. ألف مبروك أخي. إيلين، بحب أقدم لك مراد. أهلين إيلين. مرحبا، أهلين فيك. إيلين، جيبوا لي إياها فورا. أنت وعدتني إنك تجيب لي إياها أخي. تقبلي تتزوجيني؟ تقبلي تتزوجيني؟ انتي مرتي انا على الورق وبس. إيلين، أنا ما بحبك بس عم حاول أن أكون هادي على قد ما بقدر، وهذا اللي طلع معي. أنا معك بدي أكون مرتك. مراد، أنا بدي أتطلق. مراد، أخي، أخي، لك شو عملت؟ كيف عملت هيك؟ افتح عيونك، مشان الله لا تتركني. افتح عيونك. مراد بيك، افتح عيونك، افتحهم. كيف بتعمل هيك فيني؟ سهيل بيك، لك ليش هيك عملت فيني يا مراد؟ ليش هيك عملت يا أخي؟ لك بعدني لحتى أكشف عليه. ليش هيك عملت فيني؟ سهيل بيك، ليش هيك عملت فيني يا أخي؟ ليش؟ توفى. لك لوين راح هاد بيوم كتب كتابه؟ تعرفي لوين؟ ها؟ شو بعرفني أنا؟ الله يستره بس. Thank you.
سليمان، سهيل اجا شي؟ هلا بيجي، لا تتوتروا. طيب ما قال لك لوين رايح بهالوقت؟ قال لي انه رح يرجع فورا. يلا بسرعة شوي، كلهم عم يستنوا برا. يلا إيلين، إيلين سهيل اجا. جهزوا حالكم، رح شوف سهيل بيك. يلا 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 بسرعة بسرعة بسرعة. يلا إيلين شوي خليني. طيب بخبري شعري ظابط ما؟ اهدي بنتي، طالعة حلوة؟ ايه ايه طبعا. يلا خلصينا، طالعة بتجن. قانوني للمحكمة. سهيل بيك، شو ما كان صاير بينك وبين اخوك انسالي اياه وركز معي شوي. انت رح تتزوج. تفضل تفضل يا عريس.
سيدة إيلين، من دون أي ضغط عليك أو إكراه وبكامل إرادتك وبرغبتك المطلقة، هل تقبلين الزواج من السيد سهيل تلاش أغلو؟ أقبل. سيد سهيل، أنت بكامل إرادتك. لا أنا ما بدي. لا أنا ما بدي. قلت شي سهيل بيك؟ سهيل بيك؟ سهيل بيك، قلت شي؟ أنا ما بدي أتزوج. شو قال؟ شو اللي سمعته؟ ما عم صدق. شو هالحكي اللي عم تقوله؟ سهيل شو صار لك؟ اصحى شوي، شو في؟ أنا ما فيني اتزوجك. بابا واقف لك. شو صار لك؟ اطلع فيني، احكي لك كلمة. ما كفاك اللي عملته فيه من قبل؟ ولك احكي لشوف. طالما ما بدك تتزوجها فليش وصلتنا لهون؟ عم تضحك عليها وعلينا؟ مين يفكر حالك هنا؟ نزل. شو اللي بدك اياه من اولاد؟ بعد سليمان، بعد. اتركوه، اتركوه. شوي بنتي احكي معي. إيلين هاتي هاتي، يلا بنتي اشربي. بنتي يلا ساعديني اشربي. إيلين دخيلك اصحلك بنتي. إيلين شو بدنا نعمل؟ شمي شوي بنتي، شمي. إيلين
إيلين، إيلين بترجاكي لا تعملي هيك مشان الله تطلعي فيني. بعدو عندي. إيلين لوين؟ إيلين، إيلين. قوموا لك، دافع عن حالك، يلا قوم لشوف، يلا حيوان. ليش عملت هيك؟ كيف طبعا قلبك تعمل هيك بالبنت؟ إيلين، إيلين، منقول عن الحب إنه خالد لما بيكون هذا الحب نقي وصافي ومانه من طرف واحد، وقتها بنحس بالنور اللي جواتنا وبالدفى، وبهي الحالة حياتنا بتكون كتير سعيدة. ولما بينتهي الحب الشمس بتختفي ونصير بنحس بالبرد. علاقة سهيل وهلين بالنسبة لمراد كانت مثل العتمة بليل بارد، وهلأ مراد بالنسبة لإيلين وكمان سهيل هو الليل بعتمته وبرده. يلا يا أولاد خلونا نمشي، يلا يلا نمشي، يلا يلا قومي وقفي، قومي يلا. رح نروح على المستشفى. لا سليمان، في مكان لازم نروح عليه.
هلأ هديت لأني عطيتها جرعة كبيرة من المهدئ. خلوها ترتاح، رح مر شوفها بكرة. يسلم، عذبناك معنا. الله يعافيها. شكرا دكتور. هقوم خلينا نرتاح بغرفتك. ما كنت متخيل انه سهيل يعمل هيك شيء ابدا. في شيء ما له طبيعي. كيف بيكسر بخاطر البنت وبيتركها؟ ما عم صدق. في انسان سافل لهالدرجه؟ كيف رح تنسى اللي صار؟ جرحها كيف بده يشفى؟ نيفين، يلا بنتي، يلا عمري، خدي جوزك وروحي على بيتكم، ما في داعي تضلوا. أنا رح أوصلكم. قوم روح معهم أنت. لا، بدي ضل جنبها جميلة، ماني قدران روح واتركها. ما في لزوم، أنا جنبها لا تاكل هم أبدا. طيب ماشي، أنا ما رح نام، خبريني إذا صار شيء. شكرا مجد. خاطر، مع السلامة يا اختي. يسلموا مجد. مشان البنت نهال؟ ايه نهال، لساتها موجودة بيت رفيقها. ايه ابني، خد البنت ورجعها على بيت اهلها، مو ناقصنا مشاكل، بكفينا اللي فينا. ماشي ابني، لو سمحت. ألف مبروك أخي.